يعني في لحظات قديمة ربما ثمت فوارق ما بين المدينة بمعنى المدينة أو العاصمة، إن كانت دمشق أو بيروت أو باريس أو نيويورك أو مدريد، أو أن أتيت من قرية نائية أشبه بالبادية أو الصحراء. لكن بما أني أنا رجل إلى حد ما له استنكاف أو له علاقة بالانكماش أو بالعزلة، يبقى عاصمتي، وطني، بلدي، ذاتي هو عقلي، يعني أنجر نحو الذات، يعني بالعشرين عام الأخيرة. طبعا العالم الآخر نراه من الذاكرة، وأنا ذاكرتي مشبعة بشوارعي ومدني وقرى وأرياف البلدان الأخرى من نورماندي وباريس، مدريد، نيويورك، سان فرانسيسكو، لندن، والحاضرات العربية من القاهرة وتونس والمغرب ومراكش. يبقى يعني يستزيد من هذه الذاكرة بالأيام التي قضيتها بها، بأشخاصها، بناسها، بمقاهيها، بالمعارض التي أقيمت بها. كل هذا يشكل نوع من يعني السعادة. مجرد استرجاع للذاكرة هو سعادة كاملة يعني. فأنا جست ذاكرة خاصة بي، يعني أشبه كان بقطار العمر الذي أخذ من كل محطة زوادة ما واستمر إلى محطة أخرى ليستزيد من زوادة أخرى بمنحى عاطفي أو منحى شكلاني بصري عن العمارة، الفنون، الأشخاص، اللغات واللهجات المختلفة، الأغذية المختلفة، المأكولات المختلفة. كل هذا يعني تم في الذاكرة، وتم حقن ذاكرتي لهذه الأشياء وهي خصبة يعني. إذا أنا دائما أعتبر حالي ابنا لهذه الحياة، ابنا بارا للكرة الأرضية، ابنا بارا بعيدا عن كل ما يفكر فيه الآخر، فأنا أبني عالما خاصا داخليا أأخذ أو أمتص من ذاكرتي منجزاتي ولوحاتي وكائناتي، وأمزجها مع الكائن البشري الآخر المضاد الذي له أهواءه وتصرفاته الغريبة عني. هو غريب عني وأنا أيضا غريب عنه. هكذا حصل، هكذا تم.